حرفين مش متعشين، ثواني ودقايق وساعات وايام وشهور وسنين وشهور وسنين، والناس بتدور تدور على كلمة حب. حرفين مش متعشين، جالنا يسوع قسم الزمان كله النصين، ومعنى اسمه حق وحياة، حياة مش دين. وتسمى على اسمه، على اسمه الزمن، وبنفسه دفع بدمه الثمن. زمن الحب زمانه، من حب وحنانه، زمن الحب زمانه، من حب وحنانه، وزمانك انت بقى من حب واقف فين 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 فين. مثل ما تعودنا حنكون ساعتنا متابعين مع سلسلة الأسيس مجدي سامي. أسيس مجدي بدي رحب فيك، عم نتعرف معنا، أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك حبيبي. اليوم حنحكي مع الأسيس مجدي عن بعد التدين، حنحكي عن الإنسان المخلص. قبل ما نحكي عن الإنسان المخلص حاسمع منك ترنيمة يا أسيس. واقف على المرصد آمين ومستنيك، هللويا هللويا، واقف على المرصد ومستنيك هيتم اللي وعدني بيه، واثق في يسوع اللي وعدني وعده لا يمكن يرجع فيه. وعدني وقال لي في يوم الضيق ما تخافش، بس انت اطلبني هتلاقي جنبك اوفى صديق هنقذك وتمجدني. وعدني وقال لي امن بيا اسكن بروح قدسي فيك، يفضل معاك في البرية يشجعك لحد ما جيك. وعدني وقال لي لو بإيمان هتصلي للمريض تشفيه، علشان مجدي، مش مجدي أنا، علشان مجده هو، أديك سلطان لو مات ترجع روحه فيه. هللويا نرنمها. هيتم اللي وعدني بيه، واثق في يسوع اللي وعدني وعده لا يمكن يرجع فيه. واقف على المرصد ومستني، هيتم اللي وعدني بيه، واثق في يسوع اللي وعدني وعده لا يمكن يرجع فيه. وعدني وقال لي في يوم الضيق ما تخافش، بس انت اطلبني هتلاقي جنبك اوفى صديق وهنقذك وتمجدني. وعدني وقال لي في يوم الضيق ما تخافش، بس انت اطلبني هتلاقي جنبك اوفى صديق وهنقذك وتمجدني. واقف على المرصد ومستني، هيتم اللي وعدني بيه، واثق في يسوع اللي وعدني وعده لا يمكن يرجع فيه. واقف على المرصد ومستني، هيتم اللي وعدني بيه، واثق في يسوع اللي وعدني وعده لا يمكن يرجع فيه.
يفضل معك في البرية يشجعك لحد أسكن بروح قدسي فيك. يفضل معك في البرية يشجعك لحد ما جيك. واقف على المرصد ومستنيك هيتم اللي وعدني بيه، واثق في يسوع اللي وعدني وعده لا يمكن يرجع فيه. واقف على المرصد ومستنيك هيتم اللي وعدني بيه، واثق في يسوع اللي وعدني وعده لا يمكن يرجع فيه. مجدي الرب يباركك. أسيس كنا نحكي عن الإنسان المخلص. نعم. بعد ما حكينا عن الإنسان المتدين حنحكي عن الإنسان المخلص. كيف يفعل؟ شو هو الأشياء اللي ناطرته للإنسان المخلص؟ بشو موعود؟ حضرتك صار لك 35 سنة مع الرب، شو اللي عرفته بهيدي الفترة؟ حينما يتأكد هذا الإنسان إنه تخلص يبتدي تتفتح في حياته ثلاث كنائس. شو ما يأسس؟ أول كنيسة في قلبه. حل. اللي سكن فيها الروح القدس. خلاص؟ خلاص. دي أول إيه؟ أول كنيسة. أول كنيسة. تاني كنيسة وأعضاء ودي من ضمن الكنائس العظيمة في بيته. في بيته. يقول الرسول بولس سلم على الكنيسة التي في بيتك. هو ومراته وولاده، لو هو وحده معاه ماما معاه بابا، المسبح العائلي، المسبح العائلي، الهيكل ده اللي اغلبية الناس الهيكل ده مهدود. صحيح. يقعد بالليل قبل ما ينام يسمعوا القنوات. صحيح. هو جاي مهدود من الشغل، ارفع مضغوط. صحيح. تعبان. صح. غلا، حر، برد، سامع اخبار سيئه، يجي يفتح النشره بالليل زلزال في الهند، قتله في العراق، فيضان بالصين، فيضان في الصين، وبعدين الى التفاصيل. طب ما انت متفصل وحدك، انت عظمك متفصل من بعضه. صح. انت محتاج تاخد دش، تستريح، تتعشى، تقرأ كلمة الله، تجمع الأسرة حواليك، تسمعوا ترنيمة في قنوات فضائية كتير، ربي يبارك اللي بيقوموا بيها. تختار القناة اللي انت بتحبها أو الشخص اللي انت بتسمع له وتستريح. صحيح. يبتدي تتفتح الكنيسة التي في بيتك. الخراب العائلي ده خراب
ملوش حل. صحيح. الوقت اللي في البيت ده بيتاكل كتير، الاب ما عندوش وقت. لازم اقعد مع اولادي واناقش واحكي لهم، حتى لو اطفال، احكي لهم قصص المسيح وله المجد وقصص الكتاب المقدس طريفة. اوعى يفلت من ايدك قبل ما يصلي ويروح ينام. صحيح. يبقى كنيسة في القلب، كنيسة يسكن فيها الروح القدس. حبيبي. كنيسة المذبح العائلي، وده يسكن فيها الرب بشخصه. حبيبي. ودي بتعمل ارتباط للأسرة. صحيح. كنيسة التالتة مع الشعب. اذا كان في كنيسة في القلب وكنيسة في البيت، ثق ان الكنيسة التالتة دي بتبقى لهيب من نار. لكن الوقت لا كنيسة في القلب ولا كنيسة في البيت، فما رح يكون في كنيسة بره. لا، يروحوا يشوفوا دي لابسة ايه، وده عمل ايه، وده اشترى ايه، واخر تمن الشقة، واخر تمن الدولار، وكيلو اللحمة. صح. تبص تلاقي ايه، بيت بيت الصلاة يدعى. طب ايه اللي حوله سوق؟ ان لا فيه في القلب ولا في البيت كنيسة. صح. فأصبحت الكنيسة التالتة دي ثقل حتى على الرعاة يعني. فلازم الراعي يدقق ان العائلات العوائل اللي عنده في الكنيسة يتأكد ان عندهم يوم في يروح عندهم يوم، يتأكد ان في مذبح لا يغلق كل يوم فعال. ده يخلي للخلاص استمرارية. لما الإنسان المؤمن المخلص، مش المؤمن المتدين، يبتدي يكبر مع الرب ويأكل ويشبع بكلمة الله، وجدت كلامك فأكلته، بيبتدي يتعرض لتجارب. صحيح. لأن الشيطان مش هيسيبه. الشيطان هيسيبه؟ أكيد لا، عم يدوس على طرفه. لأنه أنا عايز أقول له حاجة واحدة، أنت عايز تنجح. بعد ما فتحت كنيسة في قلبك وبيتك ومع الشعب، قول للشر لا. إذا واحدة في الفيسبوك عرضت عليك، أو واحد عرض عليك أي شيء، من البداية لا. لا فصال مع الشر. يا سلام، ايه الجمال بتاعك دي يا اخت لولا؟ ايه يا شوش ده؟ ايه ده؟ مين اللي متجوزك ده ومش عارف جمالك ده كله ده؟ صحيح. تعرفي انا لو زوجك هعمل ايه؟ كنت اغسل الرجلين وأقبل اليدين من نوع إبليس، من نوع يوسف. وصل إنه يبقى سيد مصر. يوسف، عارفة يوسف يعني إيه؟ طبعا. يه واو سين ف، وليها تاني يوسف. يه واو سين ف، يه يهوى، سين سيد الأرض كلها، والواو واو وهب الحياة للناس، فه فوق مصر جلس. الله واهب الحياة وسيد الأرض كلها فوق الجميع جلس. عشان لما جت الست وعرضت عليه قال لا. هذا المؤمن المخلص فأول كلمة يقول لا وينتصر، السماء هتبعت له هدية. وانتصار هيجيب انتصار، هيجيب انتصار. لكن هزيمة هتجيب هزيمة، هيرجع أخينا لعادته القديمة، مش حليمة لعادته القديمة. وبعد ما تخلص له شهرين ثلاثة، لا في كنايس يقول لك ياه تعرف أخونا الحبيب، أنا لما كنت متجدد ومتخلص في البداية كنت فرحان بالرب، كنت كل يوم بروح الكنيسة، ودلوقتي خدت معاش يعني ولا حصل إيه؟ أتقاعد. أتقاعد يعني؟ إيه؟ خدت الشيخوخة يعني ولا طلعوك على المعاش روحياً؟
لا 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 ده كلام انا لا اعترف بيه. لا المخلص كده 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 يفتح مع الرب كده 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 طريق لا نهاية له. في البداية هيفتح كنيسة في قلبه ببيته مع الشعب هيقول لا لا فصال مع الشر. تيجي واحد على محطة القطر وتقول لك ممكن تقول لي فين محطة مش عارف ايه؟ بص تلاقي ايه الجمال ده كله ده ما شاء الله. تبص لمراتك تقول ده انا اتجوزت واحد صاحبي. ده ايه ده اتجوزت عم حسن؟ لا 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 ده انا راح اوصلك كمان. نوصل وبعدين لما نوصلها هنشرب قهوة. طبعا لا فصال عزيزي مع الشر حتى تؤيدك السماء. لما موسى حب يقبل خلاص الله وأبى أن يكون ابنا لابنة فرعون بل قبل أن يحمل عار المسيح أحسن من غنى فرعون حصل له إيه؟ بقي موسى العملاق. لا. في خروج ثلاثة بيقول فخرج موسى للبرية شاف اتنين بيتخانقوا مع بعض مصري ويهودي عمل ايه فاكرة؟ عليك ان ضرب المصري موته. ده انت مليان تعصب بقى. لا 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 الرب قال له لا ده انا هعملك نبي بس ده انت مليان تعصب. انا راح بهدلك اول. انت مخلص بس مليان تعصب. يبقى مؤمن خد خلاص لكن في بعض البواقي موجودة ما تخافش منها الرب شوية شوية طلعها. فقتل المصري. القانون المصري كان بيحرم القتل فهرب موسى. هرب راح فين؟ راح عن بيت حمام. لا راح في البرية. صح. لقي فيه غنم. الرب قال له هتشتغل راعي اصل انت ببيت فرعون كنت تنبل. ما لقيت عليك الملوكية. وانا ما احبش واحد خادم تنبل. قوم اتحرك يلا. الرسول بولس بيقول لهم ايه؟ كل من يسلك وسطكم بدون ترتيب يعني بدون عمل لا تقبلوه ولا تخالطوه اركنوه على جنب. كل واحد عايز يسحب لي شنطه وبعدين يوعظ وبعدين يدوله فلوس. لا 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 لا. لا يوجد خادم في اليونان متفرغ لخدمه الرب الا معدودين على الصوابع. بيقلدوا الرسول بولس بيه كله بيشتغل. عشان لم أثقل على أحد فيكم في شيء. أنا كنت هتفرغ لولا الرب ظهر لي كذا مرة وقال لي اترك كل شيء واتبعني. لا ده تفرغ خلاص هو بيعول أمري دلوقتي. موسى قال له نعم. قال له أنت ببيت فرعون كنت وسط تماثيل وشمع وبخور وقالها كتيرة. تعال شوف بقى هنا السماء والنجوم والكواكب والفضاء والشمس والقمر والهوى. تعال شوف الإله الغير محدود الإله الجميل. واشتغل ورا الغنم دي. موسى ببيت فرعون كان فاكر نفسه شيء. الأربعين سنة في البرية عرف نفسه لا شيء. آخر أربعين سنة عرف إن الرب كل شيء. مجد للرب. أقولهم لك تاني. أول أربعين سنة موسى عرف إيه؟ إنه شيء. أفكر حاله شغل كبير. وهو ببيت فرعون ما هو وارث بقى ببيت فرعون. ونسي إنه حين القته أمه كان يصرخ. ومن كان يعرف إن هذا الطفل الذي كان يصرخ سيكون عملاقا ونبيا يخرج شعب الله. ومن كان يقول الذي في البير مرمي في البير إنه في يوم من الأيام سيخرج مصر والعالم من الجوع. ومن كان يقول على داود الذي كان يبكي على مدينته المحروقة إنه في يده الخلاص لكل مدينته. أخي حتى لو كنت بتبكي لكن الخلاص اللي انت خدته هو السلاح اللي انت هتحارب به. قول أما أنا منتصرا بالرب حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب. انا مجد سامي تهزمني سهل صح؟ سهل. يسوع اللي فيها تقدر تهزمه؟ لا. مستحيل. وفي كل تجربة هقول لك على حاجة. اتفضل.
اتفضل يا سيدي. كنت جاي من اليونان وبعدين كنت متكلم مع القديس العظيم القس الدكتور ايميل بطرس، وكان صديق حبيبي وكان جه اليونان عندي قعد مده كبيره، فقال لي بكره الاحد تيجي عندي الكنيسه يعني. فرحت عند اخويا في المعادي وكان الدنيا حر، خلعت كل ملابسي لبست لبس تاني ورحت الكنيسه عند الاسيس، والاسيس قال ده راجل اعمال، كنت لسه عندي شغل. وبعد كده خرجت من عنده في الكنيسه، فجه واحد قال لي ممكن اقول لحضرتك على حاجه؟ قلت له اتفضل. قال لي الرب ارشدني اديك الظرف ده. قلت له بس انا راجل بشتغل يعني وعندي شركه. قال لي خد الظرف ده عشان لو ما خدتوش هتندم. طلب حضرتك لو انا عايز اتقابل معاك بعد كده اعمل ايه؟ قال لي لا هتقابلني في اي حته هتلاقيني ما تخافش. غريب الشخص ده. قلت خلاص، خدت الظرف حطيته في جيبي، ركبت التاكسي، قعدت اكلم الراجل عن التاكسي عن الرب، كان مسيحي. واول ما وصلنا البيت في المعادي هو اتفقنا 20 جنيه يعني من مده. بعدين بحط ايدي في جيوبي ولا ملين، اتاري نسيت في البدله اللي انا خلعتها. فالراجل قال لي تارك انت واحد نصاب. قعد تحكي لي عن الرب وعن المسيح عشان تلهمني وبعدين تسرقني؟ لا ده انا هطلع عينك. وهو مسك فيه، قلت له استنى اتظر حرام عليك، انا اخويا فوق. قال لي ما سيبكش هنا، اتصل بيه بالتليفون ينزل. وبعدين افتكرت الظرف اللي اداه للراجل، فتحته لقيت 20 جنيه. 20 جنيه، هللويا. لما رجعت حكيت القصة في الكنيسة هناك قالوا لي ما فيش حد في الكنيسة بتاعتنا بهذه الأوصاف. يا رب يسوع، لا يمكن الرب هيخلينا نمد ايدينا لحد. انا عايز اقول للمؤمن ده المخلص، قلت هيقابل تجارب، لا يمكن الرب هيتخلى عنه باي شكل من الاشكال، بس هيكون هو فتح الكنيسة في القلب في البيت مع الشعب ويقول للشر لا، حتى لو دفع اي ثمن، لان في النهاية هو اللي هيكسب. وتعلم موسى يرعى الغنم، فتعلم الصبر وتعلم الشغل. والرب يديكم نعمة ويبارككم. لا يا لا 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 يمكن الرب يتخلى عن هذا المخلص. سلاحك إيمانك، علاقتك بالرب، هيكلك المفتوح في البيت، والعلمك أنت في داخلك كنيسة مفتوحة 24 ساعة، في المترو مفتوحة، في الشارع مفتوحة، في المطبخ مفتوحة. أمين 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 يا أسيس. كنيسة لا تغلق. أمين أسيس، بدي منك توجه كلمة لأي شخص عم يسمعنا هلأ حاليا. حبيبي حتى لو ما فيش كنيسة ببلدك، حتى لو ما فيش كنيسة قريبة منك، الكنيسة التي فتحها يسوع في قلبك لن تغلق أبدا. في مطبخك وانت بتطبخي الكنيسة مفتوحة، انت اتنين في واحد، ايدك بتشتغل وقلبك مرفوع على الرب. لن تغلق هذه الكنيسة على أحد في اسم الرب يسوع المسيح. يعطينا الرب نعمة أن نفتح كنائس في قلوبنا لا يستطيع إبليس أن يصل إليها، ولا يستطيع أحد أن يغلقها. حتى لو حرقونا الكنائس اللي على الأرض دي، الكنائس التي في قلوبنا لا يستطيع أحد أن يصل إليها ويحرقها باسم الرب يسوع. أمين يا أسيس. أسيس مجدي نورتني اليوم، وتشرفت فيك أنا، وتشرفت باللي سمعته منك. شكرا يا بنتي، بتمنى تكونوا استفدتوا مثل ما أنا استفدت. انتظروني بحلقة جديدة مع أسيس مجدي. آمين. ثواني ودقايق وساعات وأيام وشهور وسنين، والناس بتدور على كلمة حب حرفين مش متعشين. ثواني ودقايق وساعات وأيام
واشهر وسنين والناس بتدور تدور على كلمة حب حرفين مش متعشين. جالنا يسوع قسم الزمان كل النصين ومعنى اسمه حق وحياة حياة مش دين. وتسمى على اسمه على اسمه الزمن وبنفسه دفع بدمه الثمن. زمن الحب زمانه من حب وحنانه. زمن الحب زمانه من حب وحنانه. وزمانك انت بقى من حب واقف فين 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 فين, فين.